السحر يلعب دوره في لعبة تنطوي على مجازفات كبيرة. قد يبدو هذا مجرد لعب أطفال، لكنه في حقيقته قوة استثنائية طبيعية تعمل لإنقاذ أرواحنا. الصغار في شتى أرجاء مملكة الحيوان يلعبون. الطريقة التي نلعب بها نحن والحيوانات الأخرى كصغار قد تكشف مصائرنا كبالغين، وتجعلنا أذكى، وتساعدنا على الترابط، وتبقينا على قيد الحياة. أعتقد أن الفوائد الناجمة عن اللعب أقوى مما يتخيل البشر. اللعب هو أن تتحلى بالمعنويات والجرأة، إنه ما يعكس حقيقة الحيوانات. اتضح أن اللعب حقيقة ضرورية، وقد نكون بلا حول ولا قوة من دونه.